نبدأ بسيدنا خالد بن الوليد اللي يعني المهام اللي أداها في دين الله فعلا تفكرك بفكرة رجل المستحيل. سيدنا خالد بن الوليد اللي من أول يوم دخل في هذا الطريق النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما خالد فإنه نظر أعتده وأفراسه في سبيل الله. يعني إيه؟ من أول يوم باعها كلها، من أول يوم باع كل حاجة. خالد بن الوليد مات يا جماعة ولا يملك إلا الفرس والدرع والسيف بتوعه، مات ولا يملك من الدنيا شيء. من أول يوم نظر نفسه لنصرة هذا الدين. خالد بن الوليد من مؤسسي إمبراطورية الإسلام في العالم، يعد هو وعمر بن الخطاب يعني أعظم اتنين كان لهم الأثر في نشر الإسلام في الكرة الأرضية وفي فتح البلاد رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. خالد بن الوليد يعني يقرر أنه يسلم في نفس اليوم اللي عثمان بن طلحة وعمرو بن العاص يقرروا الإسلام فيه. النبي عليه الصلاة والسلام شاف الثلاثة داخلين عليه كده في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام بقول إيه ده في لحظة كده، فقال: هذه مكة ألقت فلذات أكبادها إليكم. أعظم قائد عسكري في مكة وأكبر شخصية سياسية في مكة داخلين على النبي في لحظة. هو ربنا يقدر في لحظة يقلب الوضع كده؟ هو ربنا يقدر في لحظة يغير المعادلة بتاعت القوة في الواقع من المنظر ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان خالد بطل من مهمة لمهمة. المهمة الأولى الانسحاب بجيش المسلمين من مؤتة، 3000 واحد عايزين ينسحبوا من قدام 200,000 واحد، ازاي؟ طب ينسحبوا دول ازاي؟ ويعمل خالد بن الوليد خطة جبارة بعد ما الثلاث قيادات ميدانية للجيش اتقتلت وأصبح الجيش بلا قائد وفزع المسلمون إلى الله، فولوا خالد بن الوليد عليهم. خالد بن الوليد عايز يرجع، بس هيجي يرجع هيتذبح هو واللي معاه. فقام جاي الصبح قام جايب الميمنة حاططها ميسرة، وجاب الميسرة حاططها ميمنة، وجاب اللي ورا حطهم قدام، وجاب اللي قدام حطهم ورا. فتقالهم ان هم ايه؟ ان جيش جديد جه. واما قعد فرقة ورا تقعد تثير التراب، فتقالهم ان في مدد رهيب جاي من وراء افكار اخواننا. النبي عليه الصلاه والسلام عينه لواء، لواء اركان حرب في اثناء في قياده جيش من الجيوش الميدانيه في فتح مكه. المهمه الثالثه النبي عليه الصلاه والسلام ما ريحوش بقى، ده بطل، البطل ده ما ينفعش يرتاح بقى، سيف سله الله على اعداء الله كما قال ابو بكر الصديق: لاذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد. انا هخلي الروم النمل اللي في دماغ الروم ده تجاه الاسلام، انا هوديه بخالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد بعد كده النبي ارسله في هدم صنم العزة، العزة ده اللي مذكور في سورة النجم. راح خالد بن الوليد ومسك سيف وعلق سيف في رقبة العزة وقال له: بارزني. طبعا الناس كلها واقفة، العزة هيتهدم، كل المشركين معتقدين العزة هيدافع عن نفسه بقى. سيدنا خالد عمل حركة فيها يقين، حطمت الشرك في قلوب المشركين قبل ما يحطم هذا الوثن. بعد كده حصل تمرد من احدى القبائل، النبي عليه الصلاة والسلام ارسله، فالناس اول ما لقوا خالد بن الوليد جاي فقالوا: صبأنا صبأنا. هو المفروض يقولوا ايه؟ اسلمنا. هما التشويه الاعلامي للاسلام كان مخلي القبائل متهيألها ان الاسلام هو الصبأ، الصبأ عند العرب يعني اللي ضل، يعني الوقت كده صبأنا ديت عاملة زي الصبأ، زي كلمة الارهاب الوقت كده. خالد بن الوليد كان قائد القضاء على المرتدين، كان قائد حرب الفرس، كان قائد حرب الروم. يعني يا اخوانا زي ما بقول لكم كده من مؤسسي امبراطورية الاسلام في العالم. وهو في الفرس المعارك مع الروم في الشام حصل فيها مشاكل، سيدنا ابو بكر الصديق بعت له: اطلع بسرعه من العراق على الشام. يطلع ازاي؟ ده هو معاه جيش، هيطلع ازاي؟ لا قدامه طريقين، لا قدامه الطريق العالي بياخد شهر، الطريق المأهول بياخد شهر، يعني قدامه شهر عما يوصل المدد بتاعه، ولقى طريق تاني بياخد 15 يوم، ولكن مشكلته انه مهلكه. جاب واحد دليل خريج محترف اسمه رافع، قال له: انا اخر مره مشيت في الطريق ده من 30 سنه. سيدنا خالد بن الوليد انطلق، مفيش وقت، هنوفر 15 يوم في الفتوحات الاسلاميه في التعامل مع الروم. جاب الجمال وعطشها عطش رهيب، وبعد كده سقاها كميات ضخمه من الميه، وبعد كده ربط افواهها عشان ما تخسرش اي نقطه ميه. وبعد 3 ايام من السير منع، الزم كل الجيش بالصمت، مفيش حد ينطق عشان مفيش اي نقطه ميه نحتاج ليها. يا زياده بعد 5 ايام من العطش القاتل، فين يا رافع البئر اللي انت قلت عليه؟ قال: انا كنت هنا من 30 سنه، البئر ده انا عارف انه على مسافه 5 ايام من 30 سنه. ويستغيث بالله سبحانه وتعالى ويرزقهم الله هذا البئر، يعني كان الرميد ده ربنا محافظ عليه 30 سنه عشان ذلك الجيش المسلم
اللي رايح يفتح بلاد الشام وينشر الإسلام في الأرض. ودي من كرامات المجاهدين، ويصل خالد بن الوليد إلى بلاد الشام ويحقق انتصارات جبارة على الروم، وبعد كده يموت سيدنا أبو بكر الصديق، وفي أول ساعات وفي أول أيام من خلافة عمر بن الخطاب يبعث عمر بن الخطاب فورا منشور لخالد: قد عزلتك من قيادة الجيش وعينت مكانك أبو عبيدة بن الجراح. الكلام ده وصل لخالد قبل يعني أيام من معركة اليرموك الفاصلة. القائد الأعلى للقوات المسلحة اتحول لعسكري، اتحول لواحد عادي جدا جدا جدا، ويستمر خالد في المشورة وفي القتال وفي الفكر وفي الجهاد، ويقول: إنما أفتح الشام لله لا أفتحها لعمر. أنا القضية عندي مش قضية إن أنا طول ما أنا عندي موقع وطول ما أنا عندي مركز فأنا شغال ونشيط، إنما لما يبقى أنا مجرد جندي وفي حد فوقي أقوم أكسل. لا، لولا هذا الإخلاص ما كان ليفتح على خالد بن الوليد بكل هذا الفتح. زي ما قلت لكم يا أخوانا، هذا رجل المستحيل، ده هذه الأسطورة الجبارة. في النهاية سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يموت ولا يملك إلا السيف والفرس والدرع الذي كان يحارب بهم رضي الله عنه وأرضاه. قضية خطيرة قوي، قضية ان احنا نعرف القضوات بتاعتنا، قضية ان احنا نحيا عند الشباب هذه القضوات. مين في الغرب زي خالد؟ مين في الغرب زي هذه النماذج اللي هنتعرض لها في هذه السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى؟